يسكنوا في بربعشة، وأنا طلعت عليك في عدن للرجلة دي اليسرى للرجل، وهذه كان مكسور. بعد مسكونة مدينة الصالح، ودونا مدينة الصالح ضرب على قلعة وثا، هذا الدماغ أنا متأثر كل شهر بتسعة علاج، يعني اشتروا من جيبي، ما حد يقول لك هذه حق العلاج. خارجنا ربك من عندهم، أمي دفعت بياس وخرجت أنا من عندهم. عام كامل ظل عاهد في سجون الحوثيين قبل أن يطلق سراحه بمبلغ زهيد ليعود إلى مسكنه مقهوراً. كانت أيامي معاهد محبوس، سوينني مأكها مثل ما المجنون، خلاص ما عشتش نفسي أرتاح به، بل عشت الدنيا تخلني. قررت أخرج عاهد لأنه يقوم بي، وأنا مطلق ما معيش لا أب ولا معي أخوة شطاري، ما حيندي ليش. 500,000 جمعت المبلغ علشان عاهد يخرب، كنت تسأل ابن هذه 20، ابن هذه 10، ابن هذه 5، ابن هذه 50، كل واحدة تندي لي من عندي. لما عاهد خرج من السجن قلت الحمد لله، شو حاول الله شو نقضيه. لم تشفع لعاهد قدمه المبتورة وهو يحرس تعز، ولا قصة اعتقاله على يد الحوثيين بالاهتمام به أو تسوية وضعه على الأقل، بل ضاقت به مكاتب القادة والمعنيين في المدينة.